بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في جولة في فاين فير الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارسي، بجوار راية الهرم. كل شيء 5 ريال. هنا في الدور الثاني قسم الأطفال، البنات يعني والصبيان، بس أنا هصور البنات. نبدأ بالبنات الأول. هنا الطقم ده، هنا التيشيرت بسعر، والجاكيت الجينز ده بسعر تاني. هنا التيشيرت ده على كام؟ على 19 ريال. ده التيشيرت بس. هنشوف لكم الجاكيت بكام. الجاكيت لحاله بكام اهو. ثواني بس اطلع الجاكيت عشان متعلق فوق خالص. الجاكيت ب37 ريال اهو. الجاكيت ب37 والتيشيرت ب19. وهنا برضو هنا التيشيرت ب22، والجاكيت الجنس ده هقول لكم بكام. الجاكيت الجنس لحاله على 36 ريال برضو اهو. يبقى 22 و36 بقى، احسبوها انتوا. الطقم الطقم ده يبقى بكام؟ هو التيشيرت الحلو هنا فيه بلوزات حلوة اهي كم على 26 ريال اهي. انا يا جماعة بفرجكم بس، احنا بناخد فكرة ايه اللي موجود في فاين فير اهو، عشان نبقى ايه الشكل ده اهو. ده تقيل اهو، وعليه قطة ب29 ريال. احنا بنتفرج بس يا جماعة، بناخد فكرة ايه اللي موجود، واللبس الجديد والستايل الجديد كده على الشتوي للأطفال. ده ب22 ريال التيشيرت ده. البنطلون الجينز ده على كام؟ كله ده أطفال يا جماعة، على 36 ريال، لا 38 ريال. وحاطين جنبيه تيشيرتات اهي صيفي بس بتتلبس تحت الجاكيت، يعني اللي هو الجينز ده اللي هي الشكل دي اهي، لونها جميل ب19. يا كرفانتس اهو. هنا بنطلونات، حلو البنطلون ده ب32 جينز مخطط. هنا في جواكت فروة اهي على 38 ريال، يعني ممكن حطيت لك ومنسق لك بقى وانت تشتري التيشيرت ده، ويبقوا الاتنين جوا بعض كده. ده ب24 ريال. هنا في حاجات حلوة اهي، احنا جماعة بناخد فكرة على الاسعار. هنا الطقم ده برضو حلو، حلو البلوزة اللي من جوا دي. ده ب27 ريال، متبطن من فرو من جوه ومن بره مهر ناعم. ده التيشيرت بقى بكام؟ وحطيت لك التيشيرتات ساده لوحدها اهي، التيشيرت ب22 ريال. والبلوزه دي الشتوي اهي، عليها جمجمه اهي ولا وش فاس، فيس قصدي فيس، ب22 ريال. هنا الالوانات الاصفرات دي، كل دي تيشيرتات واصفرات ورصاصيات اهو، تتلبس تحت الجواكت يعني اهو. باخد فكرة بس يا جماعة، ملابس الاطفال البنات في فاين فير كل حاجة لها سعر لوحديها. حلوة الجواكت البامبة دي، بناتي بناتي يعني، على كام؟ على 38. اغلب الحاجات على 38 ريال، اغلب الحاجات اللي موجودة على 38. ده حلو برضو تقيل، على كام هذه؟ 27 ريال. هنا في بيجامات اهي، الله بتفكرني بايام زمان. الكروهات دي البيجامة على برضو 38 ريال. هنا بقى الجاكيت سعر والبنطلون سعر.
هنا الترنج ده الجاكيت بس ب38 ريال، مكتوب بروفا البناتي، والبنطلون بتاعه ب27. شوف الطقم بقى كله يطلع على كام. هنا دول البيجامة مع بعضيهم، مش معنى دي بيجامة بالبنطلون بتاعها بكام؟ ب32، ودي احنا قلنا سعرها. دي تيشيرتات بكم اهي على 24 ريال. بصراحة يا جماعة تخفيضة العائلة أحلى. دي التيشيرت ده على 19 ريال، ده كان بينزل عليه عرض في اسمه ايه ده، في ماكس، كنت بجيبه ب5 ريال لما في العرض يعني. وبصراحة كانوا عاملين عروض حلوة، واني لملمت شوية حاجات لبنتي الصغيرة بينهم. البنطلون ده ب39 ريال، جينز اسود وفيه خط بيلمع كده. هنا التيشيرت ده حلو برضو على 34 ريال، هو طقم مع بعضه. طب حلو ده ب34 ريال، ده التيشيرت، ودي الجيبة. الجيبة السودة حلوة كده ومنقطة بتلمع على 34 ريال. حلو، لقينا يعني حاجة معقولة. هنا دي بيجامة طقم يعني، او بنطلون بجيبة بتيشيرت، اشوفوا لكم بكام بقى، ب43 ريال. طقم ده البيجامة دي على 32، دول على 32 ريال، دي على 24، البيجامة دي على 24. البروفل ده بلوفر بنادي ب38 ريال، دول برضو حلوين. دي لونه، هي دي الوان البنات، وده رهيب، رقيق جدا، شكله رقيق اهو، ب29 ريال. ب32 ريال البروفل ده، دي ب29 ريال، حلوة برضو، حلوة البنات يا بنات. كله ده اهو، وحلوة البيجامات دي برضو على 34 ريال. البيجامات دي هي بتبان في اللبس يا جماعة. والاصفر ده على برضو ده 36 ريال، البيجامة دي حلوة برضو. الاستندات دي بنطلونات، ودي اندرات بنات، دي بنطلونات برضو. ده انا كنت جايبة بنطلونات من هنا في العرض، كان البنطلون واقع على 3.5 ريال في العرض. كل دي بنطلونات، البنطلون ده بصراحة حلو وفخم جدا وشيك جدا على 22 ريال، ما يتسابش ده والله، جميل جدا. والواحد يجيب له بقى جاكيت لبنت الصغيرة يبقى 100 ريال. دي كلها بنطلونات، وفعلا الاستندات اهي. انا بديكم فكرة بس يا جماعة، عشان الحاجات ما شاء الله كتير. في جواكت اهي بيتي، هو برضو البنات جميل. محبش اللي بيبقى له حزام كده، ده هو شكله حلو، اللون يعني حلو. في كده متبطن الزعبوط بتاعه الصبح اهو. كل دي بنات اهي، اشكال جميله. لا صغير شويه اهو يا جماعه، انا بفرجكم بس كده. هو اغلبه جينزات يعني اهو. حبيبتي بيوتي كاملة، ولد وبنت،
يعطيكم الأرنوبة، أرنوبة كاملة أم 18. هي حاجات جميلة بصراحة. هي اغلبهم على حلو ده اللي احنا قلنا عليه سعره، هما لسه بيرصوا في الحاجات دي كلها فساتين بقى كده. البنات كله مواليد وصغنطاطين، دي مواليد دي بس جميلة. على كام دي بقى؟ ما تتخضوش، ها هقول السعر. السعر فين يا السعر فين؟ لسه ما حطوش عليها السعر، باين ان هما لسه بيرص. دي ب15 ريال التيشيرت ده، حلو صغنطوط. يلبس كام؟ مش مكتوب يلبس كام سعر. دي زعبوتات اهي، افرولات، افرول عشان الشتاء اهو، كل دي افرول بناتي. ايه كل دي الوان افرول افرول افرول، شكلهم حلو الافرولات دي، افرولات اهي جميلة. ده كان لبس البنات اهو، نشوفكم ان شاء الله. ودي شوزات اهي، دي ده نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.